يعلن الديوان الملكي ان فخامه الرئيس ابراهيم محمد صالح رئيس جمهوريه المالديفا الصديقه سيصل الى البلاد يوم غد الاربعاء الموافق الخامس من شهر اكتوبر الجاري في زياره لمملكه البحرين يجري فخامته خلالها مباحثات مع حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تتناول العلاقات الثنائيه الوثيقه بين البلدين الصديقين بالاضافه الى اخر التطورات والمستجدات الاقليميه والدوليه. ويغتنم الديوان الملكي هذه المناسبه ليرحب بضيف البلاد الكريم والوفد المرافق متمنيا لفخامته طيب الاقامه في مملكه البحرين